اهلا بيكم في جامعه الجلاله. انا دكتور منى مصطفى، مدير برنامج البايوتكنولوجي. انا مبسوطه جدا ان انا اكون معاكم هنا. انا ليا هيستوري كبير، خرجت اكتر من 23 طالب ومعظمهم بيشتغلوا على مستوى العالم كله في الهيلث ريسيرش والبايوميديكال ريسيرش. برنامج الموليكولار بايوتكنولوجي بروجرام ات جلاله يونيفرسيتي اتس كومبليتلي ديفرنت، مختلف تماما عن باقي جامعات مصر. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نديكم مواد جديده، والمواد الجديده دي بتديكم سكيلز او مواهب بتقدر ان انت تحل فيها سوليوشنز كتير او تجد فيها حلول كتير لهيلث بروبلمز، لاجريكلتشر بروبلم بروبلمز، ل حاجات مشاكل صحيه، مشاكل في الزراعه، مشاكل في العلوم الصيدلانيه. انت بتتخرج از ريسيرشر كباحث، وفي نفس الوقت بتشتغل مع معظم الناس اللي شغالين في البحث اللي ريليتد للعلوم الصحيه والعلوم الميديسن او العلوم الطبيه. واللي بيميز البرنامج عندي ان احنا بنقدر نتعاون مع different fields او مجالات تانية زي مجال كلية الطب، مجال الصيدلة، مجال الاسنان، وفي نفس الوقت مع هندسة والبايو انفورماتكس والكمبيوتر ساينس. حضرتك هتتخرج عندك اكتر من مجال تشتغل بيه، هتتخرج مش محتاج اي لايسنس انك تكمل بره، كلية العلوم جامعة الجلالة معترف بيها دوليا. ممكن تحتاج حاجة زي GRE اللي هو زي الادميشن تيست عشان يعرفوا مستوى حضرتك وانهي جامعة تروحها. بتتخرج تقدر تفتح معمل ريسيرش من غير ما تاخد اي دبلومة، تقدر تفتح معمل في الكلينيكال اللي هو الكلينيكال دايجنوزز، علاج زي ما عمل تحاليل طبيه، تاخد دبلومه بايو كيمستري او اكتر، في كذا نوع من الدبلومه لمده سنه واحده. مجالات الشغل عندنا كتير جدا، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه في الديزاستر اللي احنا فيها ومش عارفين هتستمر لغايه امتى، اللي هي الكوفيد 19 او الكورونا فيروس. انا برحب بيكم وبوعدكم ان اللي هيكونوا معايا ان شاء الله ويكملوا تقدروا تسالوا زمايلكم اللي في سنه اولى، هيتخرجوا مختلفين تماما على مستوى مصر وعلى مستوى يعني هقدر لا اقدر اعمل عليكم على مستوى العالم كله ان شاء الله في البايوتكنولوجي. اهلا بيكم في جامعه الجلاله.